سيتي ووك. أول مرة في قناة عزيز هنا نقوم بتغطية خاصة سيتي ووك هنا في شهر يناير مع أجمل أجواء. سينما روكسي سيتي ووك هذه السينما الفخمة جدا. تبون تشوفون فيلم؟ هذه السينما الجميلة. أحسن فوكس حياتي فوكس. شكرا شكرا شكرا. ها شو تبحون؟ شفتوا؟ هلا بندور فوكس بوكس. شو بوكس سيتي ووك لاف لايف. يلا نروح ندور قطار حصة دي الباص سهلين فاهم. ها حور كيف الوضع؟ زين ولا تبين هلم؟ شفتي هناك هلم؟ سيتي ووك لازلنا وإياكم نتجول. المكان هنا مطور وتحسن كثيرا عن السابق. يوجد قد تزين بمناسبة اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة. زين الشعارات والأغاني الوطنية كذلك تضفي المزيد من الرونق على هذا المكان الرائع. هنا هب زيرو مكان للألعاب. هذا الباص الجميل في قلب سيتي ووك. لازلنا وإياكم مواصلين هذه التغطية. المكان يتزين بعلم دولة الإمارات الأحمر والأخضر والأبيض والأسود. جوار سينما روكسي وبلاك كوفي. نعم بجوار سينما روكسي وبلاك كوفي. حصة رحنا هذا الفرع في جي بي آر. نعم غطينا في حلقة جي بي آر. في حلقة جي بي آر غطينا ذا بلاك كوفي. سينما روكسي برد خليفة. حصة شوف شوف برد خليفة. أنا برد خليفة. غريك أكشن أو غريك نيشن. غريك نيشن بدون موسيقى. هذا القطار من دون موسيقى يا حصة. مستمتعين وإياكم سويا بهذه التغطية التي أمل بأن تحوز على رضاكم. هنا في قلب سيتي ووك الوجهة المثالية لعشاق التسوق والمطاعم والكافيهات والسينما وكافة الفعاليات المصاحبة للصغار والكبار مع أروع الإطلالات على برج خليفة. هذا المسجد الرائع يتواجد هنا في سيتي ووك. نستمر هذه الجولة الجميلة. نحن هنا مستمتعين وإياكم بأجواء سيتي ووك. وهنا السرير
والمركبات تمر بسرعات عالية في الجوار. هذه هي أجواء دنيا دبي الإمارات. تطور هذا المشروع الرائع من الجامعة الكندية في دبي، موقعها في أطراف وضواحي سيتي ووك. هنا شعار شركة مراس المطور العقاري رهيب. هنالك في جوار حدائق دبي، نعم حدائق دبي، دبي بابليك باركس. وكان كذلك تكون زرت هذه الحدائق العامة وكمان هذه المواقيع الصغيرة. استمتعوا معي في هذه التغطية الرائعة لسيتي ووك. نعم سيتي ووك تبهرني باستمرار بجمالها وتطورها الأبخال بين الفينة والأخرى. وهناك فندق جيفورا، أطول فندق في العالم. هذه الروعة للسيتي ووك التي ننقلها لكم، وهذا شيء قليل من جمال ومكاليل هذا المكان الأخاذ بسحره وروعته. الأشجار كما أسلفنا، الأشجار الصناعية تتزين هنا، نعم إضاءات الزينة تغطي وتملأ جنبات سيتي ووك. هنا هذه مراكز التجارية للتسوق على أطراف، يوجد مركز تسوق على أطراف سيتي ووك. وها نحن ذا نعود أدراجنا. سيتي ووك كان داخلي وخارجي، حال كانت الأجواء في الصيف بإمكانك التجول والتنزه في المول أو المركز كان بارد، في حال كان الجو صيف أو شتاء كان استمتاع في المشي في الأجواء الخارجية. أمل بأن يأخذنا في هذا الاتجاه، أمل بارد. نعم الحمد لله في اتجاه مغاير يزداد المتعة. نواصل وإياكم هذا نقل هذا الجمال من قلب سيتي ووك. نعم الكافيهات والمطاعم ينتشر والفعاليات المصاحبة للأطفال كذلك موجودة. المكان ازداد برودته، نعم في مكيفات خارجية موجودة حاليا، في السابق لم تكن كذلك. هنا كافي شوغر، نعم شوغر فاكتوري أحد أماكن شهيرة كذلك. قد شارفت تغطيتنا أو نقلنا لرحلة باص سيتي ووك على نهايتها. الإمارات سماء ورجال ونعاشها. الإمارات سماء. ليه توم؟ إلى ركن الضفة الأخرى من سيتي ووك. نعم هذه الضفة. تعبنا من العطور. البيت الكبير مي بورصة هنكون بالعطور. مستمرين وإياكم في هذه التغطية للجنبات وأروقة سيتي ووك. هذا المزار السياحي الفخم هنا في دارة الدنيا دبي، المحاط بالعديد من المطاعم والكافيهات والعطورة والتسوق. اشتاق العطور منتشرة بكثرة هنا في سيتي ووك.
والمياه والنواصير كذلك. بسم الله. يعطيك العافية يا رب. في مول سيتي ووك المغلق، نعم في قلب سيتي ووك. آمل بأن تكونوا استمتعتوا، وإيانا ومعذرة للإطالة.